شوكم شباب، شو اخباركم؟ ياكم عبد الله. اليوم رجعنا لكم مقطع جديد عن لعبه ستارديو فالي. اليوم بهذا الفيديو راح نشرح عن برنامج جدا مهم لكل اللواعيب اللي هم المبتدئين والمحترفين الى اخره، اللي اللواعيب اول ما نزلت اللعبه نزلوها الى اخره، يعني من اللواعيب. فهذا البرنامج راح يفيدكم كلش، اللي هو ستارديو فالي جايد، يعني عباره عن مساعده بستارديو فالي، بلعبه ستارديو فالي، اي حتى تعرف الاماكن اللي موجوده بها الارتيفاكت والمونستر، هواي اشياء بهذا البرنامج موجوده. وايضا جبت لكم برنامج ثاني حتى للي ضعيف باللغه الانجليزيه، يعني تقدر يترجمها، يقدر يترجم بضغطه زر فقط. ندخل على ستارديو فالي جايد، وهذا برنامج معدل وماسح الاعلانات من عده. فاذا اجى لهذا البرنامج تحديث راني راح احاول يعني انزل هذا التحديث. اوكي يا شباب، راح نشرح لكم على السريع على هذا البرنامج. السبرينج عندك فصل من فصول السنه اللي هو الربيع، عندك ايضا دوس على اليوم الاول، عندك بلانت سيد يعني ازرع بذره، عندك بلو جاز، بلو جاز بها ري جروث، ما بها ري جروث، كاتبين صفر يعني ما تعيد الانتاج، او خلينا نقولها مو دائمه الخضره. عندك ايضا 7 ايام حتى تقدر تطلع او تصير جاهزه للحصاد، فهنا باليوم الثامن راح تقدر تحصدها. كونتنت اللي هو المحتوى الخاص باللعبه، مثل ما قلنا لكم على الارتيفاكت شرحنا عنها. ايضا عندك الدوارف سكرول، مثلا نجي على الدوارف سكرول، عندك ديسكريبشن عنها، وايضا استعمالها تيرولينج، يعني اعتقد آلة السوينج ماشين، اي موجود سوينج ماشين اللي هو آلة الخياطة. كويست ايضا خاص بها موجود، يعني مهمة خاصة بها. لوكيشن مواقع حتى موجودة، التيلينج ان ذا ماينز سكول كافن اونلي فلور، يعني تيلينج احراثة. فراح يفيدكم برنامج الترجمة اللي راح هسه راح نشرح عنها ايضا. 0.16 اللي هو نسبة الدراب مالت هذا الارتيفاكت. سيفرال مونستر ايضا 0.5 ايتش لكل واحد. انفورميشن برايس يعني معلومات الاضافية، هنا البرايس بعد ما تبيعها راح يعطيك 1 جولد. الريورد ايضا بعد ما تجمع الاربع مخطوطات للقزم الموجود بالماينز المناجم راح يعطيك دوارفيش ترانسليشن اللي هو جايد، اللي هو كتيب حتى تفتهم لغة الأقزام ويفتح لك تريدر مالته. نروح هسه على برنامج الترجمة. عندك هنا تشات مود وديفولت مود، جوجل ترانسليشن، عندك انجليش تخليه انجليش وعربيك، او اذا ما تعرف اوتو لاتين كاركترز خليها، فدوس لتشات مود ودوس لاون. طبعا هاي اذا عندك اندرويد 12 سوي له تك هنا، اذا عندك اندرويد 12 طيت الصلاحيات. طبعا انا طيت موجود بالاعدادات، طيت الصلاحيات كلها. ستارديو فالي نروح، فكنا نروح على الفيليجر، يعني هنا راح يكون شرحنا. ابي جيل اللي هي فول 13، خريف 13 هو عيد ميلادها، يعني تعطي هدية ثالثة بيوم العيد ميلاد، يعني من غير الهديتين. عندك اللوف اللي هي الاشياء المحببة عندها، مثل البامكن، جولدن بامكن، بريزماتيك شارد، الاشياء اللايك يعني هم تحبها، ابل والى اخره. ناتشرال اللي هي اشياء طبيعيه، بريد خبز والى اخره. ديسلايك اشياء ايضا تكرهها، طبعا اكيد جميع الانواع السماد اشياء اكيد واحده يعني ما يفضل هيك هديه. هيت اللي هي الاشياء تكرهها كلش، يعني اول تراش تكرمون يعني جميع الزباله، وجميع الاول مونستر لوت والى اخره. هنا عندك ايضا الكوستات وجميع الاشياء الموجوده. فهذا البرنامج مثل ما قلت للمبتدئين والمحترفين، وايضا برنامج الترجمه يترجم جربنا له لا احنا والله خلينا نشوف. دوس على ترجمه، ارقب في ترجمه، ها حلو يترجم. عندك هنا ايضا مثل ما جاي تشوفون هاي الكوست والريكويرمنت مالته، يعني تحتاج مثلا هاي المهمه جينجر باينيبل ترو ريورد اللي هي الجوائز اللي راح تاخذه. الذهب يعادل 50% من سعر المحصول الاساسي، وصفة الواح الشمسية. حلو وبس سلامتكم. فتقدرون ايضا تنزلون هاي التطبيقات من القناة، وايضا راح نخلي لكم روابط مباشرة. فلا تنسون يا شباب تضغطون زر اللايك وتشاركون هذا المقطع حتى يوصل لاكثر عدد من المستخدمين، و يعني تشاركونا تعليقاتكم حتى نشوف اذا عندكم تفاعل لهاي اللعبة ولا. فكذا يا شباب وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسون اللايك والاشتراك. شكرا على حسن المشاهدة ومع السلامة.